سام يبا عطب سليمان سام وسليمان تسلم سام يبا عشت عشت اياك لو صار على صالح يا ابو صالح والله ما صار الا الخير الرجال يقول انبوه شركة نسعود لها الشباب ونبي نسعودوا معهم يعطونه 500 ريال بالشهر لمن الله يرزقنا قال وظيفة طيبة وش بتسوي ال 500 ريال؟ اي 500 ابو سليمان انت خابر هشك اكبر من الرقعه خله يروح للرياض وهناك بيعطونه 2000 ريال على السعوده ولا وبعد بيدزون له الراتب على الحساب 2000 ريال جلس مع وليدي روح الليله للرياض وتلقى ولد عمك عامر هناك يسنعك على 2000 تسوى انا ابوك تسوى ابشر اجل يبا يلا اروح اسلم على ميمتي واضف شنطتي واجي اسلم عليك واطلع منك ان شاء الله فوف فوف ابوك يا الوساخه وش الحوسه يا عيال انت عارف من يوم ما شرد العامل والدنيا تغيرت من جد تصدق عاد تو نحس بقيمته شد يا عيال الحين الراتب حق السعوده يلا يلا يكفينا 10 ايام وشلون تبونا ندفع راتب عامل ها دبروا اموركم يا ولد الحق النت شكله جار نسي الرقم السري وش من جد سريع ترى مو زي العاده قرب طقطق معنا بالجوال مالي فيه الا عيال وش وضع العشاء اليوم من بدري معايا 3 ريال بس انا معايا 4 حلو وانا معي ريالين خلنا بكلم على تركي يمكن مع دراهم الو هلا تركي هلا عمر هلا بالعيال تجينا الاستراحة ايه طبعا اكيد بجي الاستراحه يعني تستغنون عني في الاستراحه دقائق اكون عندكم في الاستراحه ليش لا كافو يا الذيب اتحداك يا شيخ هلا بتروك طب كم معك 10 ريال خلاص تعال دز الاستراحه لان قاعدين نجمع قطه العشاء عشاء لكم ايه يا تركي تركي سام يبا لا تروح اليوم ابد خلك في البيت لو تترك البيت اللي أنا اتفك تنتيف سم سم يبا سم معلش يا عامر صراحة يعني الوالد يبيني أقعد في البيت ما يبيني أطلع الليلة أبد سبحان الله يخاف علي لا يا شيخ أجل خايف عليك يا القطعة أركض في ديتك ها يلا ضف وجهك بس ضف وجهك ورع انقلع العشاء شاورما يا عيال كالعادة والجود من الموجود هاتوا دراهمكم أجل قم يا ذيبان جيب العشاء ونبي ننظف كفو قم ننظف انت قوم قم ننظف يا ابن حلال انت قوم يا ابويا احنا ننظف احنا ننظف انت تجيب العشاء احنا ننظف يا شيل السلام عليكم معليش يا ابو الشباب مستعد العيال ينتظرون بعد اذنك واحد صاروخ شطة كاتشب مايونيز تمام في النص بعدين اليمين سادة واليسار مايونيز زيادة استعجل تكفى جوعانين تفضل عليش الوضع طفر ريالات ها شكرا يا ابوي يا معلم استعجل بالله هذه السادة حقتك وهذه شطة وكاتشب مايونيز لي وهذه مايونيز زيادة حقتك يا عبسي أسهم بالخير هنهم وانت منهم هلا والله بولد عمي هذا ولد عمي عيال ما عرفتوه اللي جانا قبل سنتين لا هاش مني حدات تعشيت لا والله أبيض أخبار عمي والله يزقح أبد روحات وجيات على هالطرب طرب عنده طرب الحين على كيف كيفك
خابر عمي ما له بالطرب، وش اللي غيره؟ صاقه انت ترى يعني موتره. ايه تقصد السيارة؟ ايه لوحة موتر طارب جدخ الجدخ. اتحداك يا شيخ هذا نظامكم؟ والله مير انه داحي ومينيز ولا تشرم النعمة. اقول كل وانت ساكت احمد ربك. الزبدة وش جايبك للرياض؟ والله جاني ادور شركة به سعودة. ايه شف انا واخوياي كلنا مسجلين بشركة واحدة بس سعودة. اولاه يا بي سنان ابشر بعزك ما طلبت شيء. باكر اضبط يا حب وليدك. اتحداك انت وليدك ولا طرب الطرب. خلاص احنا تسجلنا الاستصالح معنا وراح ينزل لنهاية كل شهر ميلادي راتب 2000 ريال وما يحتاج يجي داوم. اتحداك يا كبير انت يا كبير. ها ما قلت لك ابى اضبطك؟ عاد كلم الوالد الحين وقل له نضبطني عامل. ألف مبروك يا وحش. الله يبارك بك وبحاتي لك وحاتي الوالد بعد مع بشرة الله يرحم والديك. معرس أنت اهدى 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 من كذا. يا عيال وش وضع الغداء؟ أنا بالنسبة لي طفران. وأنا كمان طفران. وأنا ما عندي ولا ريال. وأنا ما ميل لعشرة ريال عبيت بها اليابانية. مين اليابانية ذا؟ هسوا وذي. إيه لا تسب يا أبوي إيش فيك؟ إيه الحواري يعني لا تسب. لا تنفخ على ولد عمي ما يسبك. هم كذا يسمون السيارة باللوحة. هسوا لوحة سيارته. تفهم ولا ما تفهم؟ حبيبي انا اسف. ايه المهم وش وضع الغداء عيال اعطونا حل. الحل عندي. كل واحد يجيب شيء من بيته ونطبخه هنا. انا بجيب المكرونه. وانا الزيت. وانا بجيب الملح والبهارات. وانا بجيب الدجاج لعيونك. وانا اسهل والطبخ. اجل يلا مشينا عيال. مشينا. ياهو. زيت حق اكل. زيت اكل ايش تبي فيه؟ ابد عندنا في الستر... باب السياره. باب السياره يبقى ما يفتح زين. قمت ابى احط عليه زيت علشان يفتح بسرعه كذا. تحط على باب السياره زيت الاكل؟ اي بابا اوفر لك. هذا جزاتي الحين. بدل ما اطلب منك 50 ريال اروح اشتري زيت حق الباب قلت اخذ زيت طبيعي ببلوشي. اه انا زيت الباب رجع زيت للمطبخ. فهمت؟ يلا خلص نمشي. طيب يلا الحمد لله. صراحة طبخك البطل يا صالح. الشيء لذيذ استمر. أول مكرونة تعجبني في حياتي. بالعافية بالعافية. أعذون عقلك صور. قصد ما مليت من رواتب السعودة. أما عاد ملينا. وش تبي أكثر؟ يجيك راتبك وأنت متسدح متبطح مرتاح. إي والله من جد الله يديمها من نعمة. أنت آمين. طماع أنت طماع. صحة وفلوس وفراغ. إيش تبي أكثر من كذا؟ النشبه دايبه النشبه دايبه النشبه دايبه النشبه دايبه. هلا 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 مسعود. اما عاد اليوم وين المكان؟ ابشر بعزك. خلاص لا لا بجيك بجيك ان شاء الله. بجيك انا والعيال. هلا والله. اطنخوا يا عيال. الليله زواج خويي مسعود يعني احلى مفاتيح الليله. كفو بلوش يا عيال. ها تروح معنا؟ لا 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 ان شاء الله. لا لا بصكم روحوا وانتم. لا انا بقعد تلين في استراحه وانتم ولا جيتوا انكستوا حلال بحلال. ما حتروح؟ هاي جيب توبك. شوفوه معلج خذوه. معلج حلوين. لا توسخوا. يا مرحبا يا هلا يا هلا يا مرحبا باللي جانا. الله يبارك فيك. مبروك اقبالكم. الله يبارك فيك. تفضل تفضل تفضل. هلا هلا والله. هلا والله. مبروك. تفضل تفضل. هلا والله عامر شلونك؟ هلا السلام عليكم. نورنا. عليكم السلام. كيف الحال؟ شخبارك طيب وش علومك تمام؟ والله الحمد لله. من هالمال ومنكم العيال يعني منكم المال ومن هالعيال. ما شاء الله ما شاء الله. هلا قول يا عامر من هذول معك؟ هذول العيال اخويا ما عرفتهم. شكو ايش ذا؟ مبروك. هلا 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 هلا. هذا ياسر. هلا والله. مبروك. هلا. هذا كفته. اهلا مبروك. لا يشم ريحتك رحناك.
يعطيك العافية. تفضل تفضل. لا 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 خلنا هناك عند باب العشاء عند الباب هناك أسرع أزيد. يعطيك العافية ما قصرت. يا هلا يا هلا يا مرحبا يا هلا يا هلا. حييك ويسلمك. يا عيال الليلة تنزل الرواتب. يعني في عشاء وفي وندي. أقصد يا عيال أبي من كل واحد 500 أو لا سنعون. الحين من يوم ينزل الراتب 10 أيام وتبدأ الطفرة. وانت تبي 500 ريال بعد من كل واحد؟ والله انك صادق يا عامر. الا تعال ايش تبغى فيها انت؟ هلموا الي اصد على رويتباتكم ابى اسوي بها مشاريع ولكم مني اسدد اجار استراحه 6 شهور قدام. من جدك انت؟ ترى اجار الاستراحه 9000 ريال وباقي عليها 4 شهور. ايه ما عليك انقد انت وياه 500 وزهل اوه. الواد داعي وين نصاب شكله بيلحفني في الاستراحه. نصاب مين يا ورع؟ هذا ولد عمي وانا خابره ما قد كذب. لكن تدرون شلون يا عيال؟ والله فرصة. خلاص أوكي الليلة الدراهم تصير عندك. ياهو أحبني إليك. فعلي جيب أصدر حق الزبين وجيب التنيز معه. هيني زغارة الشمس تبجاطة فهنا المسك برايهم ميتين. يا ولد اربط اربط الحافة شوار بالعروة اللي بالعروة سكة ما فيه شوي شوار اربط 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 ما دي لكي شي شوار العروة اللي بالباء أنا الحافة ليه اربط 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 بلاك. يلا يا ولد ارفق 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 مع بغدي. يلا يلا سلام الرحمة حياك يبو تعال تذوق دوك. على كم؟ على 20. ناهي ناهي ما مثله. يلا بخير. جيدة ها؟ كيف بيع التمر معك؟ والله للحين ما جبت راس مالي يا عيال خسران. هذا اللي بيجيب إيجار الاستراحة؟ فقي سام سام أنت. اقول اخلص علينا ترى ما بقى على جار استراحه شيء. بعدين مو بتقعد تبخششنا بالتمر ها؟ سهلها الله سهلها الله ان شاء الله. هبشر يا سعيد وش وضع النطاق اليوم؟ احنا عدينا النطاق الاحمر يعني وضعنا سليم الان، نقدر نتخلص موظفين السعوده اللي ما لهم داعي. اجل بلغهم ان احنا مستغنين عنهم. ابشر طال عمرك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تمرات تمرات تمرات. السلام عليكم. سلام الرحمة. دوك تمرات؟ لا والله أحسبك تبيع برست. لا والله تمرات. دوك تذوق. لا لا والله ما لي فيها. برست هد والله ما هي بشيء. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة امسك عيال 3-0. ما الذي يثبت ذلك؟ الجوال مصورها بالجوال يا ورع. غشيم اصلا. يا جماعه انا قدر الله علي وسويت حادث في السياره بصراحه يا جماعه الخير ولا امنت. والسيارة كلف إصلاحها حقة الرجال 5000 ريال ويطالبوني فيها يا جماعة الخير. وإذا ما دفعت أبنسجن يا شباب. تركي بينسجن يا جماعة الخير صديقكم الروح والروح بينسجن. ما ترضون ينسجن صح ولا لا؟ ما ترضون ينسجن 5000 بس يا جماعة الخير تنقذني. الله يرحم والديكم وأنتم أصدقاء أصدقاء تبانون وقت المضايق والضيق يا جماعة الخير. الله يرحم والديكم. وضعنا مثل وضعك يا تركي وأردة. رغم أن الشركة طردتنا وما أعطتنا حقوقنا لكن مو بحنا اللي ننسى أخويانا وبنوقف معك. يلا يا عيال. من يبغى الحمام يشتري؟ من يبغى الحمام؟
الجوز ب18. رستد يا ولد حرق نيران، رستد يا ولد عادي حرق نيران يا ولد برست الحق على اخر حبه الحق. تشتري كم كم عطنا باللي تبي. خمسه قبل 20، خمسه قبل 20 بسرعه 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 بسرعه. رايح رايح ها ابي اثنين. انا اثنين. يلا خذ خذ يلا الخمسه قبل ال 20، الخمسه قبل ال 20. يلا 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 حرق ولا عادي حرق حرق. طالع حمام يا اخي. والله في انواع منه. ايوه في عندك مساوي حساوي هندي، ايش تبغى منه؟ عندك قطيفي كمان. تداوي ما في؟ لا لا ما في تداوي. انا اعلمك في اللي عندي انا انواع. عليكم السلام. في انواع منه. طيب يلا الخمسه قبل 20، الخمسه قبل 20 على 25. لا لا واحد حراق واحد عايد. واحد حراق واحد عايد. دوك يا يلا 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 يا ولد الحق على تالي الحق على تالي يا حراق نيران. الجوز ب18. يلا سمي بالله. يلا ها هب لي واحد من اللي بعده مسكها. شوف الشطة طير بعدين مالش دخل. في اقول لك انواع منه لا حد يتكلم معي. استنى تو سم. يعطيك العافية ما قصرت والله بصراحة. ما ادري شلون اقول لكم شكرا وشلون اشكركم. وش دعوة يا تركي، أنت خوينا وتستاهل، وأبد أي شيء تحتاجه تلقانا قدامك. كفو كفو كطيب. كفو والله يا عامر كفو. حياك. واحد دوك إياه. خمسة عشرين. الله يزيد الله يزيد. يلا 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 يمديكم يلا يمديكم يلا 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 يلا. الخمسة الخمسة قبل العشرين، الخمسة قبل العشرين على 25، الخمسة قبل العشرين. يلا حراق نيران ضيان حراق عادي حراق عادي. 25 بس بس 25. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. إلا تعال تعال، وين صالح ولد عمك؟ أشوف زابن صار له كم يوم. زابن ولا مو زابن، بيدفع إيجار الاستراحة وباقي له يومين. يا عيال صالح اللي تخافون عليه مضبط وضعه، بس حنا اللي وضعنا ماش. شوفوا لنا شركة تبي سعودة منا ولا منا. والله إنك صدق السعودة ذي يمين بلا تبرد لي في القلب. حم الله والديك ومزاكم الله خير. هذولي دراهم جرى استراحة دوك إياهن. هذه من السعودة ولا من التمر؟ سعودة مو صدقك أنت؟ ياك ما أخذت منكم الدرهمات وأنا أنقز لأمه وأقدم استقالة. وليه استقلت؟ سعدت أنت شايف الموافقات وياه تبطح بها استراحة ودراهم من بلوشي. رجال خد درهمكم أنت وياه. شفت الخمسمية أعطيتني أنت وياه أخذتهن واشتغلت هنا برياض، وهذا يبروح للقصيم وافتح لي مشروع بذاك هالجمعه، وانت ما يقعدوا على السعوده. تكفى تكفى شيلنا معاك الطفر لعبت فينا. صاملين انتم ياهو. خمسة عشرين الخمسه قبل 20 الخمسه قبل 20. قرب 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 قرب. نص استوى استوى هلا هاي حاجه كله حبه واحده. 25 حبتين ثلاث. تعال والحين ما في حق البروت. خذ الباقي يا ولد حرك. من المسؤول هنا؟ كيف من المسؤول هنا؟ هذا انا. وش عنده ذا؟ انتم معاه؟ حنا زباين وراهم كذا. 25 انقل انقل. انتوا وين عقولكم انتوا؟ وين عقولكم؟ صارت حالات تسمم كثيره بسبب بيع الوجبات السريعه المخزنه هذه، وراحوا فيها ناس كثير. اسمع المره هذه بكتفي بالتعهد بس، ولد عمك جا وكفلك،
لكن المره الجايه اذا تكررت راح اتخذ معاك الاجراءات الثانيه. سم هسموح والله ما اعود له والله. اتمنى انها ما تتكرر. ابشر. اركض بديتك.